نستلم هذه الوجبة من طائرات F-16 المتطورة، والتي ستساهم مع وصول الطيارين العراقيين الذين أكملوا تدريبهم في الولايات المتحدة ورجوعهم إلى الوطن، ستساهم في دك مواقع العدو وتحقيق مزيد من الانتصارات على الإرهابيين لدحرهم بالكامل وتحرير كل شبر من أرض العراق العزيز. نحن بحاجة إلى أن يستمر الدعم الدولي للعراق، واليوم استلام هذه المقاتلات المتطورة والتي صنعت في الولايات المتحدة الأمريكية دليل على ثقة العالم بالقدرات العراقية